إذن أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على كل شيء، وباتت مثالا يقاس عليه حتى في أزمات الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا بعد أن قصفت كييف من قبل الروس بالنابالم. وللوقوف على المشهد ومقاربته ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الصحفي السوري عبد السلام حاج بكري، وعبر الهاتف من كييف المحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أهلا بكما. لعلي أبدأ معك دكتور منتصر عبر الهاتف، يعني تحدثنا من كييف بداية، كيف تبدو الأوضاع في كييف اليوم بعد ليلة عاصفة أنارت فيها قذائف النابالم الروسية سماء كييف؟ طبعا أول شيء أسعد الله مساءكم جميعا. بشكل عام الأمور بكييف يعني نقدر نقول مسيطر عليها، وطبعا الجيش والشرطة والمقاومة طبعا حامينها في حماية كاملة لها. حاليا من فترة انقصفت المحطة، الطيران الروسي قصف المحطة الحرارية الكهربائية بمدينة كييف. اما بشكل عام يعني الامور الامور جيده جدا، يعني الامور ما حاول الروس عن طريق قوات خاصه عن طريق دبابات الدخول لكييف، ولكن نقول الحمد لله لقوا الرد المناسب، وطبعا افشلوا خططهم. يعني لحد هلا الامور بكييف في كر وفر طبعا، بس الامور مسيطر عليها بكييف، الامور تمام. بمدن ثانيه طبعا الجيش كمان متمسك في بخرسون، بخاركوف. كيف هي أوضاع المدنيين الآن؟ هناك حظر للتجوال، نرى عبر الشاشات يعني من هناك قنابل النابالم تتساقط فوق بعض المناطق، هناك أصوات انفجارات أيضا بالقرب من العاصمة. حاليا حذرت بشكل عام، كوني موجود مدينة كييف، حذر عمدة كييف من أنه في عنده سماح صفارة الانذارات ضلجن، لازم الناس تنزل للملاجئ او تنزل لمنطقه حمايه لهم وتخلي البيوت. وهيك عم بيصير عمليه اتقان رائع لحمايه وحفاظ ارواح المدنيين بشكل اكبر. فالمدنيين هون متعاملين بشكل جدا جدا رائع وبشكل سريع وتجاوب مباشره، بس يسمعوا صفاره في انذار او عن طريق الهاتف اي انذار مباشره، تصرف سريع. ومشان هيك يعني الأمور مسيطرة عليها بكييف. نعم، أنتقل إليك يعني أستاذ عبد السلام حاج بكري عبر سكايب من باريس. يعني شاهدنا كييف تتعرض أو تنير سماؤها بقنابل النابالم، ما الذي يعني هذه المشاهد بما تذكرك بالمشهد السوري، ما تعليقك؟ أول شيء تحياتي لك ولمتابعي قناة الرافدين ولضيفك الكريم من كييف. سأخبرك شيء، كنت أنا في عام 2015 ب30/9 لما بلش الطيران الروسي يقصف، يشارك النظام بقصف المدنيين في سوريا ومحاربة الآمنين والعزل بطيرانه وبصواريخه المجنحة وصواريخ الكالبر وكافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً. حتى كنت في جبل الأكراد بريف اللاذقية، وكنت شاهدا على ما جرى في ذلك الوقت تماما، حيث بادر الطيران الروسي لإلقاء قنابل النابالم أول ما بدأ باستخدامها، أول ما بدأ بالقصف على السوريين بدأ باستخدام قنابل النابالم على قريتي تماما وعلى قرية مجاورة، مما تسبب بإشعال حرائق كبيرة وأزيات في الممتلكات للمدنيين. هذا نموذج صغير من تجاوزات الدب الروسي المافيوي، الحكم المافيوي في روسيا، إنه لا يأبه لقانون الإنسان ولا للقانون الدولي، إنه فقط يسعى إلى أهدافه بأي شكل كان، مستخدما كل الأسلحة المحرمة دوليا والتي تؤذي المدنيين ولا تتسبب يعني بخسائر مادية فقط، بل تؤذي حياة البشر وتقضي عليهم. هذا الأسلوب استخدمه كثيرا مع السوريين. هذا النظام الروسي البوتيني المجرم القائم على حكم المافيات وتخزين الأموال وسرقتها من الشعوب
يعني ساند نظاما مجرما في سوريا، استخدم السلاح الكيماوي في طيب قتل السوريين. ماذا نتوقع منه أن يفعل في سيد كييف عبد إلا السلام، ما فعله في سوريا؟ سيد تفضل. عبد السلام، يعني روسيا تدخلت في أوكرانيا لربما كما تقول هي لحماية أمنها القومي ومنع أوكرانيا من الانضمام للناتو، ولكن أي أمن قومي دخلت روسيا من أجله في سوريا؟ يعني هناك من يرى أن سوريا لم تكن إلا لربما يعني حلبة لتجريب الصواريخ والأسلحة الروسية المتطورة التي ألقيت بالفعل فوق رؤوس المدنيين في سوريا، ما تعليقك؟ أولا هو يكذب عندما قرر دخول أوكرانيا، هو يكذب. أوكرانيا لا تسبب له أي يعني خلل أمني أو أي اضطرابات أمنية، ولا تهدد حدوده، لأنها أصلا مرفوضة من يعني ممنوع عليها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، لأن أعضاء حلف الناتو رفضوا انضمامها حتى هذه اللحظة، وهم لا يناقشون هذا الموضوع. الأمر في سوريا مختلف عن هذا، لأن يعني الجيوسياسية تختلف ما بين أوكرانيا وسوريا. روسيا أرادت من سوريا أن تكون لها محطة على البحار الدافئة، البحر المتوسط، وهي التي خرجت منها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي. بوتين وجد فرصة في التغاضي الغربي أو ربما الدفع الغربي الخفي لروسيا للتدخل في سوريا لحماية نظام بشار الأسد ومساندته على قتل السوريين. كما نعرف نحن أن أمريكا وإسرائيل يعني هما الدولتان الأكثر تأثيرا في الساحة السورية والأكثر رغبة في استمرار النظام السوري حماية لإسرائيل وحدودها. وبما أن أمريكا عبر سياسة الديمقراطيين والجمهوريين رفضت على في يعني في فترات حكم أوباما ومن بعده ترامب ومن بعده بايدن تميل إلى نزع سلاحها من المنطقة والخروج بعناصرها حتى لا تتعرض لخسائر بشرية، فوجدت في الدب الروسي في حكم المافيا في روسيا وسيلة أو طريقة لحماية الأنظمة الدكتاتورية والقاتلة المجرمة في الشرق الأوسط التي تساعد على حماية إسرائيل وضمان أمنها، فأوعزت له أو أغمضت الطرف عن رغبته بدخول إلى لحماية هذا النظام، وبالتالي دخل وحمى النظام وحمى الحدود مع إسرائيل. وكما قلت لك يعني الوضع بين في سوريا يختلف عن أوكرانيا، ولكن في الحالتين هناك نظام مجرم احتل دولة سوريا وهو سيحتل أوكرانيا للأسف، طبعا باستثناء الجزء الغربي منها. الفيف لن يدخلها على ما أعتقد حسب أعود ما يصير. إليك دكتور منتصر، يعني كان هناك كما تعلم تصريحات كثيرة تؤكد على دعم الغرب وحلف الناتو لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية، ولكن هذه التصريحات ما لبثت أن تلاشت وتبين أنها لربما مجرد كلام بعد أن بدأت فعلا العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. السؤال هنا وأنت يعني في كييف، كيف ينظر الأوكرانيون لانكفاء الموقف الغربي تجاه دعمها؟ دعني أوضح نقطة هامة جدا قبل الرد على سؤالك. الغربيون وخاصة بريطانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا وأمريكا قبل بدء الحرب دعموا أوكرانيا بأسلحة متطورة جدا، وهذا يعود وصمود الجيش الأوكراني، والهي يعود إلى التسليح الجيد والأسلحة المتطورة التي أرسلت إلى أوكرانيا قبل الحرب. كانت هناك تجهيزات قبل الحرب، تجهيزات كبيرة جدا من خبراء أوروبيين، من خبراء كنديين، من أسلحة. يعني دعنا نضع النقاط على الحروف، دعنا نقول الحقيقة. يعني بالنسبة لهم كان هناك دعم لأوكرانيا، وحتى الآن يتواصل الرئيس على الدعم من أمريكا. دعنا نبتعد عن السياسة، هناك أمور لا يستطيع الاتحاد الأوروبي تجاوزها أو لا تستطيع أمريكا تجاوزها باتجاه المجرم بوتين أو باتجاه روسيا المعتدية، ولكن من ناحية الدعم هناك دعم جيد جدا لأوكرانيا كان قبل بداية الحرب. هناك دعم عسكري يعني بشكل كبير جدا، ولكن يعني يبدو أن هذا الدعم لم يكن كافيا للرئيس الأوكراني زيلينسكي
الذي ظهر لربما معاتبا إن صح التعبير لحلف الناتو وللدول يعني الأوروبية قاطبة، ورأى نفسه وحيدا. هنا السؤال، يعني هل يحق فعلا للرئيس الأوكراني العتب وخيبة الأمل وهو يعلم جيدا أن بلاده ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، في حلف الناتو؟ عتب وما عتب، الرئيس زيلينسكي يعتبر أن أوكرانيا جزء من أوروبا، وواجب على أوروبا الوقوف بجانب أوكرانيا واتجاه، ويعتبر أن في أوكرانيا دولة ديمقراطية، دولة الحرية والديمقراطية، معناته دولة الحرية والديمقراطية هي تتبع لأوروبا وتتبع لأمريكا ولدول العالم الحر ودول الديمقراطية الحر. هذا ما قصده. نعم. هذا ما قصده بالدعم. ولكن هذا كلام، يعني دكتور منتصر، هذا كلام لربما يكون نظريا، يعني طبعاً. على أرض الواقع هناك حلف شمال الأطلسي، حلف الناتو، وهناك قوانين تحده، وهناك دعني أوضح فقرة. إذا تدخل حلف الناتو وأمريكا في أوكرانيا، بدأت حرب عالمية ثالثة. نحكي بوضوح كامل. بوضوح كامل. هل يستطيع توقيف هذا المجرم، هذا الجنون العظمة، هل يستطيعون؟ أعتقد أنه لن يستمع لأحد. هذا ما نلاحظه بتعليقاته، هذا ما نلاحظه بأقواله، هذا ما نلاحظه بتصرفاته. يعني يتصرف بجنونية عالية وجنونية دفعته إلى غزو أوكرانيا، ضاربا عرض الحائط بكل القرارات، بكل الاحترامات، بكل شيء. هل تتوقع أنه لن يتصرف تصرف، وهو يمتلك سلاحا نوويا، لن يتصرف ويشعل حربا عالمية ثالثة؟ نعم. هنا يكمن الحقائق اللي احنا لازم نفهمها ونتابعها. ليش ما دخل روسيا؟ ولكن كن على قناعة من أوروبا وأمريكا، وتدعم أوكرانيا بكل شيء، تدعمها بالسلاح، تدعمها بالعقوبات. نحن نعلق على العقوبات، ولكن العقوبات تلعب دور كبير على المدى البعيد لربما. لا ليس على البعد المبعيد. عقوبات خلال شهر، خلال أسبوعين أو شهر تبدأ تفعيلها. يعني التفعيل جيد جدا، والتفعيل ممكن أن يضر. خلال يومين ثلاث أيام خسر رجال الأعمال الروسيين 49 مليار دولار. طيب، يعني في أمور إحنا بنحكيها بشكل سطحي، ولكن في أمور واضحة وواقعية. نعم. وهلأ عم بندرس موضوع تفكير السيف. يعني اسمح لي أن أعود. نعم دكتور منتصر، اسمح لي أن أعود للسيد عبد السلام حاج بكري. يعني كيف قرأت رسالة بشار الأسد لبوتين بأن يعني ما قام به من غزو لأوكرانيا هو تصحيح للتاريخ وإعادة التوازن في العالم؟ يعني شيء مضحك ما قاله بشار الأسد. يعني مجرم، ماذا يكتب لي مجرم؟ أولاً، ليس بشار الأسد من كتب ما قيل وما نشرته وسائل الإعلام، وما قاله بشار الأسد لم يكن إلا ما كتبه له أحد ضباط قاعدة حميميم الروسية. بشار الأسد لا يملك من قراره شيئا، لا يملك إلا أن يتلو ما يقول له أي ضابط روسي في قاعدة حميميم العسكرية. طبعا بالتأكيد لا أثر لهذا الكلام، فمجرم لو ترك له أصلا أن يعبر عن نفسه لقال ما قال، وربما قال أكثر من ذلك. يعني مجرم يكتب لمجرم، يؤيد المجرم ويصفه بأنه يصحح التاريخ بهذه الطريقة. يعني ماذا تريد من بشار الأسد أن يقول أو يكتب لبوتين؟ بوتين الذي أنقذ بشار الأسد من 2015 حتى الآن هو يحميه من السقوط و يسوقه دوليا، وهو الذي استخدم الفيتو 13 مرة لحمايته من قرارات قد تصدر مجلس الأمن تدينه. يعني بالتأكيد لن يفعل بشار الأسد أكثر أو أقل من ذلك. ربما كان كما قلت لك، يعني لو ترك له أن يكتب ما يريد لكتب في مديح العملية العسكرية التي يقودها بوتين في أوكرانيا بأكثر مما قيل مما قال. يعني لم تدح بوتين أكثر مما امتدحه لو ترك له أن يقول ما يقول. ولكن البيان الذي تلاه وأرسله وعبر عنه عن الموقف بشار أسد والنظام السوري أو سوريا المفيدة كما يسميها،
هو بيان مكتوب من احد ضباط قاعده التحميم الروسيه او احد الدبلوماسيين في السفاره الامريكيه شكرا. السفاره الروسيه في دمشق، وناوله الورقه ليتلوها ولا يملك غير ذلك. يعني شكرا نحن نعرف جزيلا لك، كنت ضيفي عبر سكايب من باريس الصحفي السوري عبد السلام حاج بكري، وأيضا كان معنا من كييف عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل. شكرا لكما ضيفيا الكريمين.